المنظمة والاتحاد الدولي للملاكمة قرر بشكل نهائي إيقاف بين قوسين الملاكم إيمان خليف، هو اللي قال الملاكم إيمان خليف توقيف الملاكم أيمن خليف، لأن الإخوان وأخيرا الجمعية تبتات على أن السيد راه ذكير ماشي ملاكمة، وسحبوا له كاع الألقاب ديالو. وكاين أخبار بأنك تقول كاين مغربي اللي جابوا سيزدوسكي كيقولوا هو اللي ورقهم، مغربي اللي مزيود في طنجة اللي ورق الناد أيمن خليف. إوا شنو دابا الكراغلة؟ ها ماشي شهادي قدام العالم، مشاركين بواحد ذكير، والمغاربه راه يجبدوك المغاربه عاقوب يجبدوه بانه ذكر من الملامح ديالو. راه كاينين دريات اللي كيكون عندهم تصرفات ديال الذكر، بحال شي راجل كتبان لك كتهضر بحال الراجل، ولكن كتبان لك ان السيد راه بنت. السيد لاقمو قداش ويديه قداش والمشيه ديالو باين من القمر، واش باغيين تقولوا المغاربه؟ وما دابا سحبوا له الالقاب وحرموه نهائيا باش يلعب في شي ملاقبه، ومازال ملاقبه ملاكمه ولا يدي شي لقب ولا شي حاجه، ومازال يتفرضوا عليه عقوبات وعلى الناس اللي شاركوا به واللي يحاولوا يموه. كذلك الاخوان غادي نهضروا على نور الدين الشينوي المغربي ديالنا اللي تعرض للعين ولا السحر ولا التوكال، كل واحد شنو كيقول، ولا مرض. غادي نهضروا على هذا الموضوع هذا حتى هو. واخوان مسوشنا لايكات نكملوا الفيديو. النات شارجي هو يرمي، شوف هذه وين في باب حسن. لا ايوا ما عرفتش علاش الكرغولي، حيت عرفكم الزبل حاشاكم الاخوان. الكامي عندهم كيلوحلم الزبل ماشي كيجمع. وبنادم الله يحفظ قطع يده من رحمه الله، ودابا دخلنا عليكم بالله اشنو بغيتوا عند هاد الشينوي موكلين التوكال. شتي بنادم صعيب بزاف، شتي بنادم يأديك يأديك، سواء عندك سواء ما عندكش. دابا هذا مسكين اللي وكلتوه التوكال، اشنو بغيتو عندو؟ اصلا هو وصلي في العظم مدمر ديال بصح، ايتيم ايتيم ما عندوش الوالدين ديالو، مقود عليه ديال بصح، ما كيكسب ما كيعلم، عندو مسكين ديك الضحكه ودوك الفيديوهات وديك الصحه ديالو. تا ديك الصحه اللي حازينو عليها ما كيمشيش شي لاصال ولا كيدير شي حاجه، كيتاني مسكين غير في الغابه بحال موكلي في الطبيعه، يهز حمار يهز شجره وخلقه مع الناس ودباب الله، غادي مسكين ونطيح ليه صحته. دعيناكم الله اقسم بالله، الله يخطفكم الحق، الله يخطفكم الحق في هذا النار هذا. ابي من الله يحفظ دابا شي بنادم كيخاف من البوليس وما كيخافش من الله. الله يرضى بك اخويا الشينوي، والله يكون معاك والله يعطيك صحيحتك. انا جاب لي الله والله اعلم، ما يكون غداك بلايزه اللي وكلك التوكل، غيكون عصر لك شي جوج نفيلات فوق ديك الكعروره ديال الجمل وعطاك شرفتيهم. مزغود هذا ابو فلجان. دابا الاخوان حنا ما عرفناش بلي السيد مالو، واش سبابو التوكل؟ حيت كاين امراض اللي كيديو على ان الانسان، مثلا القولون العصبي، القولون العصبي راه الا تحكم فيك وشدك راه يردك عظم، راه يركب لك بزاف الامراض ويركب لك شي حوايج لا حول ولا قوه الا بالله. الله يشافي الناس اللي مرادين به، القولون العصبي راه خايب. ويقدر يكون توكل كيف ما حنا شفنا السيد راه كان اجتماعي اكثر من القياس، وهذه هي الخايبه في هذه الصفه الاجتماعيه في المغرب. ديما حنا كنهضروا على بلادنا بالزوين ياك، ولكن نهضروا على العيوب اللي كاينين في الدول العربيه، حنا نهضروا على بلادنا. عندنا بنادم محسد الاخوان، وبنادم شتي كتكون عزيز عليه وكيقول لك الله يسهل عليك ونتمناك الخير، ولكن غير حيت انت ما عندكش انفو غيبدا يسهل عليك الله، يبداو يبانو فيك بوادر يسهل عليك الله. والله يا وليدي الا كتولي تشوف السم في العينين د بنادم وما كيكرهش بنادم، يجي تيري فيك يجي خشيه فيك كاع الشيء. علاش الاخوان بدي شوف كنتي مع واحد لونطوغاج، هاد الهضره يقدروا ما تتفقوش معايا فيها، ولكن سير تجرب، والناس اللي مجربه راه غتتفق معايا، سير تجرب الا ما كنتش عارف هادشي هذا، تجرب واجي رد عليا الخبر. شي تكون مع شي مجمع ويا ما تلحزقا كي كنقولو كدا وما عندكش، بدا كيسهل عليك الله شويه خوي، ما تبقاش تعمر معاهم. انا كنقول لك
عندك الربح زعما مربح بوحدك. علاش؟ ان هذاك لونطوغاج اللي كيبان لك نتايا راه خوتك وحبابك وكدا وصحابك وهذه هذوك الناس بالضبط راه غير ما يبقاوش كيحملوا فيك الشعره ويقدروا يتقاراو عليك. علاش؟ لان انت بدا كيسهر عليك الله، ما غايحملوش راسو مصاعب. عندنا الحسد في البلاد ديالنا، عندنا بنادم مريض الاخوان، اقسم بالله عندنا بنادم فيه واحد المرض واحد النفاق، وهو ما عندوش شخصيه باش يجي يواجهك يقول لك انا راه ما كنحملكش حيت غادي تضرب. المهم كيبقى كيصرف لك من موراك، فهمتي؟ وهذا النوع هذا تقدر تخاف منه اخويا، يقدر يدير لك اي حاجه، يقدر يوكلك، يقدر يقتلك، يقدر على باش كيطراو جرائم. وكاش كيطراو هذا الشيء؟ هذا راه بسبب الحسد. هذا الشيء علاش؟ خلينا من داك التواضع المفهوم عوج، كنبداو نفهمو زعما راه متواضع هكذا. وتواضع حتى تجمعوا لك رجليك، تواضع مع امك وباك وعائلتك الصغيره، عائله اسره ديالك تواضع معهم، مرحبا تفق معك الا كانوا مزيانين. كنت تقول لي لونطوغاج وكذا، لا، سير اخويا مع الناس اللي في المستوى ديالك. بدا كيسال عليك الله، سير مع الناس اللي في المستوى ديالك، ما تجلسش ليا مع بنادم قماق من المسخين، بنادم اللي ما عنده ما يدار، غادي يحسدوك وغادي يقدموك في شي مونتيف. وما تثقش، كون مريض بالثقه من الاخر. دابا عليكم الاخوان تكون جالس في قهوه، وهضرت بزاف ندوزو للفيديو الجاي. المهم نقول هاد النقطه، تكون جالس في قهوه الدور غير بحال هكا وتعاود تشوف هكذا، ما تشربش من الكاس ديالك. اتونسيون، بنادم راه صعيب، بالخصوص في هادشي السوشيال ميديا، غير ولاد الحرام كلشي. اقسم بالله الاخوان ردوا بالكم، الحاله ديال خويا تبدلت بزاف، وانا بقافيه وتنشوف الاخ ديالي تيبيع، وما كانش هكا في الاول، والدعوه الله خويا هادشي اللي نقدر عليه ما ياخذ فيهم الحق. لا حول ولا قوه. نصيحه للشباب، ما يبقاش يثيق، وما يبقاش اخويا شنقول لك يتعاشر مع منواله، لان اخويا كان بزاف كيدخل الدراري للدار، يقدروا كاع يطيبوا بيدهم ويعطيوه. احنا من النوع اللي دارنا دائما مفتوحه، وها النتيجه. خلنا عنده مسكين ما قدرش يهضر معنا بهذيك الطريقه، حتى الفطور ما فاطاش، ما واكلش الماء ولا الاخر ما شربوش. انا دابا كنحاول نطلق له غير القران في الموت، نعطيه له يشربه، ما باغيش اليوم صباح مره. دابا تقريبا مده نقول لك 4 شهور، وهذا ناتج اخويا على الناس اللي كيتلاقاو مع منواله، واللي كيدخل منواله لدارهم، واللي كيتعاشر مع رفقاء السوء. وما نقدرش نتقلب شي واحد، ولكن دعيناهم لهادشي اللي نقول. يعاني من شي مرض مزمن؟ كان تيعاني من شي حاجه؟ لا، الاخ ديالي الحمد لله كان صحيح، البنيه ديالو راه شفتوها قبل ما وحنا مشينا الاخوان دا واحد السيد كنهضر، قال لك خرج طوموبيل W، فهمتي؟ ولا كيلبس مزيان، وكي بغيتي ما يحسدوش، كي بغيتي. واش انت جالس في حي شعبي؟ كنتي حازق، ما عندك فين تدفل الحنش واقف ميت، ما عندكش باش تشرب قهوه، ودرتي السوشيال ميديا وسهل عليك الله وخرجتي طوموبيل W، وبغيتي ما يحسدوكش. والله بنادم تيجي تيري فيك بالله. هادو واحد القماق عايشين معاهم الاخوان، خايبين اصاحبي، اقسم بالله صعابين، بشر صعيب من الاخر. سهل عليك الله خويا على بنادم مابقاش تجلس معاه بلا نقطع له، سالينا بغي امك وباك وبغي راسك وبغي شي قط ولا شي مشى وعيش راسك، عندك الربح تبقى بوحديتك اقسم بالله. ولا بدل انت ديك المدينه اللي عايش فيها، بدل اخويا كلشي، نسى بعد على بنادم. والله الاخوان هادي هو، شوف السوشيال ميديا فيها الفلوس، الا زيرتي راسك وعرفتي كيف من اين تؤكل الكسف كيسهل عليك الله. ولكن بعاد على لونطوغاج ديالك، ما تجلسش مع بنادم من الاخر، بنادم راه تجيك منه الاذيه. هذاك اللي ما كيعرفكش راه ما كيعرفكش، هذاك اللي كيعرفك وقريب لك حضي راسك. يوقع له هذا الشيء اللي واقع دابا، كانت هي كل مزيان، الرياضه نشاط بشكل، دابا هذا الشيء تراجع بزاف، حتى شيء ما بقاش عنده. يعني شحال تقريبا المده هذه؟ مده اخويا نقول لك من قبل العيد الكبير بشي 15 يوم ولا شهر. واش نقول لك اخويا؟ الدعوه الله، اللي كانوا دايرين له شي حاجه الله ياخذ فيهم الحق. فاش مشى للطبيب شخص لي المرض ديالو وقال لي بان عندك شي حاجه؟ هو كان شكينا قلنا السكر، لانه عندنا مرض وراثي، ومشى عبر لقاه طالع. ولكن اخويا الحاله اللي كنشوفها اخويا راه يعني بزاف على السكر. حنا عندنا الناس اللي الوالد والوالده الله يرحمهم توفوا به، يعني السكر ما يقدرش يدير. ماشي حاله السكر، ماشي حاله السكر، السوشيال ميديا صعيبه الشيء، بخصوص مي كتضرب في الراس وكتشهر حضي راسك والله بعد على بنادم. انا شحال هذه كانت طرات لي هذه القضيه هذه في 2020، كنت ديك الساعه كنت تعرفت بواحد المحتوى ديال الرياكسيون وكذا، فين ما كان شي قمقوم كان كيتسلط بيا، والمشكل كنت كندير مزيان مع بنادم، وكان
نعطي الوقت لبنادم وبدا نهضر وغيحلف امي وغينيه وما عارف الدنيا باش مقلوبه وكيسحب لي كل شيء كيبغيني. والله يحفظ الله حفظني الله انا اقسم بالله. تقول لي شنو عندك باش غادي يديروا كل لا 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 هاد الهضره خاويه هادي راه ماشي بالضروري يكون عندك شي حاجه. تقدر تكون غير بصحتك وكتجلس في قهوه وكتضحك وكذا ونشط بنادم راه يبغي ما يحملكش ما يبغيكش هاتي بدي سهل عليك الله. راه بنادم ولا فيه السم ديال دوك العقيزات القدامين عرفتيه هادوك. ما كنشوف هذا الشاب ما شاء الله كان في بنيه جسمانيه قويه فتاره غادي وينهار خصو يسرع في العلاج ديالو. طيب التكال كيدار بعده طرق، اولها السحر الماكول المكتوب، كيشدوا مثلا طبسيل ولا زلافه كيكتبوا وكيمسحوا، كيكتبوا بالدم المغدور، كيكتبوا نسال الله السلامه والعافيه ببول اعمى. التكال علاش؟ لانه كيدخل الجسم ديالك، كيدخل الجهاز الهضمي، كيبدا بالمعده هي الاولى، ثم بعد ذلك كيهبط للمصران المرحله الثانيه ديالو، ثم بعد ذلك المرحله الثالثه نسال الله السلامه والعافيه كيدوز للدم، الى داز للدم كيولي. راه ماشي هو قضيه الاخوان خرافات ولا، راه التكال هو اسم، التكال هو مواد مضره للجسم كتدخل كتهلك بنادم، ما عندهاش الدواء صافي فقط، بلا ما ندخلوا في شي امور غيبيه. صافي هو هذا، ورا اي حاجه كليتيها السامه راه الدواء ديال الفيره راه الكيتي راه سي صدوس. راه بنادم كيحسدك كيدير لك شي حاجه كيسممك، راه بنادم خايب اصاحبي. خلينا من داك العقليه الاجتماعيه، راه 2014 بنادم ولا مريض مع راسو، راه ديك وقت النيه وقت الاخوه وكذا. مشى الشريف ديالي مشى مسطي ولا يولي الامر خطير خطير جدا. يعني هنا هو التوكل عنده في المرحله الاولى اللي هي ربما ما بين المعده والمصران، يعني باقي اما عنده في المعده ولا في المصران، يعني بدا كيأثر عليه، بدا البنيه الجسمانيه ديالو كتضعف، وحتى التوكل راه كيتسبب في امور خطيره، يتسبب في جرثومه المعده القولون، تقول لي السرطان كاين اللي كل واحد شي تكتب عليا الله يهديكم. هادشي اللي نقول لكم ان شاء الله تشوفوا التصريح ديالي في القناه ديالي ان شاء الله. اخي بحاجه تخونك الصحه، انا السم تعطيه يقولوا هاب كلش درت لك انا يا صاحبي. سير صاحبي جات تطلب الله حتى ربي يسهل لك حتى ربي يوقف معك، ما تحسب كامل علاش. حسبي الله ونعم الوكيل، كنتمنى الغربه كاملين. شكرا بزاف على التضامن. انت ما كنتي كتشرب، ما كنتي كتكمي، ما كنتي الصلاه ودي ديما كاين لا صحاب لا واش صحاب كيضحكوني هذوك الصحاب اخي اللي كتلقاه كيتيق فيه ويجيبو يباتو عندو في الدار ويطيب له وياكل هو وياه. اخي باز ليكم اخي والله الا باز. حتى ولا بعدو كتلقاه هذاك دار له شي بلان، دار له شي حاجه، تخرجو من خدمتو، دالو رزقه، دالو شي مشكل، وشي كل سبب الثقه، سبب الثقه يا خويا. انا بنادم مرض اصاحبي، بنادم والله مريض. عايش بوحدك، عايش بوحدك اصاحبي. سولومينتي لقيتي شي بنت الناس في شكل الله يعمرها دار، سير تزوج انت وياها وعيشوا بخير. الا كانت عندك لي موايان، ما كانتش عندك انت اخويا بوحديتك بخير، ولا خلي علاقاتك سطحيه مع الناس صافي. داك التعمق راه تجيبها في صحتك. شوفوا هاد الصوره هادي مزيان، شوف كيفاش ولا وشوف كيفاش كان، وسمعوا هاد الرساله من نور الدين الشينوي. شنو درت لك باش توكلني وتشوفني معذب؟ شنو غتربح انت في المقابل؟ غتفرح؟ غتعيش مزيان؟ غتبقى فيها ديما؟ ما عمرني ظلمت شي حد، خلي الله هو اللي يرزقني ويقتلني ويحيني ويمرضني ويشافيني. كتقعد ديروا هاد الموسيقى تيشدنا كوبيرايت. المهم شوف السيد كي كان وشو كي ولا، شو يا اخي كي كان تبارك الله وشو كي ولا يا اخو. اولا ولا 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 الا تبعك بنادم. الله يشافيه مسكين، الا تبعك بنادم وا بزاف الاخوان. خايبة تكون نية ويستهلك الله، والله خاف عليك، نخاف عليك، نخاف عليك. كون مسمار وكون ديب في زمان الدياب، وما تسيقش كون مع دين أمهم جن تنزايا. وحيد علي داك العاطفة الخاوية، وداك العاطفة راك عارف مع من غادي ديرها. خود علاقات ما بين الجزائر والمغرب، هما اللي خاسرين ولدي ماشي حنايا. ما حنا بلادنا اللهم لك الحمد زينة، وملكنا زين، وشعبنا زين، وكل شيء زين. الله ينصر ملكنا، والله ينصر مغربنا، والله ينصرنا عليهم،
هما اللي مشموتين، هما اللي ما شمتين راسهم بيديهم. اما حنا لحقنا في اي بلاصه اللهم لك الحمد بالخيرات باي حاجه، وعاش المالي. احنا ما محتاجينهم سوا بالعلاقات ولا بالعلاقه، احنا واقفين عليهم، واقفين على الله وعلى جلاله الملك، ما واقفين حتى على واحد، احنا غنيين عليهم. دار فريا الحاج هضره معقوله، واش الفقاقير تاهما تاهما زعما نتسوقوا العلاقات ديالنا معاهم؟ والله الا جديك العلاقه اللي عندنا معكم على الكويين. قناة ويبي سي معكم من ولاية مرشط، وعلى المواطنين بقرارات الغاز منذ 6 أشهر وكأننا في حرب، وهذا بسبب المدير العام لنفطة، وليس نطلب تدخل السلطات المعنية. الناس راهي تعاني هنا في مرشط، تعاني الناس هما كلمة تعاني الناس، الناس راهي تعاني كل يوم. راهو المدير دايلي مقمع وما يحبش يمد المحطات تاع سوناطراك المتواجدة في الولاية هنا، ما هادو النقاط هادو تضرب ساعتين ثلاث سوايع اربع سوايع باش تحصل. شو هادو دابا باقيين حاصلين في القرعي ديال الغاز، ويلك يقطعوا علينا الضو، ويلك يقطعوا علينا القوة الحازقة هذه، ماشي القوة الضاربة. سيروا دبروا راسكم، حنا مالنا. انا ما عرفتش منين كتجيبوا دينكم هاد قلة النفس، عايشين وسط الجحيم، الجفاف ما عندش بوكم قطرة ديال الماء، وساكتين ما كاينش مشكل غير التفاخ والرش الفرحة. انا بغيت غنعرف شكون اللي سكنكم وعيشكم هاد عيش التبانه في البطانه وانتم صابرين، ولهذا أنا... شنقريحه ولي. والله الا عايشين عيش الدبانه في البطانه. والله العظيم الا حاجه مليحه دارها المروكة. سمعتوا جزائريين، حنا درنا لهم الفيزا وهما ما دارولناش الفيزا، وهذا شيء جميل بالنسبه لنا، لان المروك خمم علينا وخمم كثير. قال لك اودي كأس إفريقيا للأمم رايحة تلعب في المروك، ما عنديش الفيزا على إخواننا الجزائريين باش يجيو عندي يتفرجوا المباريات نتاع لكوب دافريك، ومام طون يزيدوا يشوفوا البنية التحتية. ها حاجة مليحة إخواني. أنا بالنسبة لي نروح للمروك وندي معاي أباراي تكون من نوع الرفيع وعندها زوم كبير، باش حتى ولو ما نقدرش نصور اماكن تكون بعيده نقدر نزوميها. وبالتالي اخواني غادي ندير لكم لي لايف من تماك ونعت لكم البنيه التحتيه الى ما ديروا جاوناش البوليس. انا خايف على كل جزائري يديروا له جبال سبعه باش ما يصورش البنيه السطحيه، يفوي البنيه يدير البنيه التحتيه. صافي متفقين معكم، راكم فاهمين يا اخوان، هذا ميساج تحت السطر. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انا عندي 5 تاع البص كاي 32 6000 ستيلو 2000 قريب 4 ملايين سوالا، وين راه المسؤول؟ 500 ألف تاع البص حرمتونا منها، قسما بالله الا 5 يقرو. واش داك اخويا تولد 5؟ اش داك تولد 5؟ كيجيو برزقهم، ورينا هاد الرزق. باز اخويا والله الا باز، كتعداو على الصبيان. ولد 5 حازق، ولد 6 5 7 ولد واحد ولا جوج الا ما عندكش وصافي، ولا واحد ولا ما زولش كاع الا ما زقدش بهم. راه الوقت غلاس يا هاد الكويين، راه الوقت غاليه في المروك. عاد فلوك لو كنتو ما تسلم ما كاينش ولدي 5 كي غدير دوش لهم كي غدير. وحنا ما نحنا نديوها في بلادنا، حنا ماشي شغلنا كاع. ظهر الحق وزاق الباطل، الاتحاد الدولي للملاكمه يوقف ايمن خليف، وتبون يعينوا مروكي المنشأ رئيس لجنة مراجعة قانون البلديات. واخا هو ما عندوش معنى، ولكن الدنيا هانية، ريحة المروك تابعه. دونك بعدا نبداو بأيمن خليف. واخا كانوا مخبينا علينا، المنظمة ولا الاتحاد الدولي للملاكمة قرر بشكل نهائي إيقاف بين قوسين
الملاكم إيمان خليف هو اللي قال. الملاكم إيمان خليف توقيفه مدى الحياة هو اللي قال. الاتحاد الدولي أنا كنوصل لكم المعلومة قال لكم لأنه تأكد من داك الشيء اللي كنا قلنا لكم شحال هذه مدى الحياة. دابا تبون بينه وبين رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة وبوتين. بوتين اللي خرج وقال داك الكلام على خونا أيمن. تبون اللي خرج وقال أو بوتين اللي خرج وقال ديك الهضرة على خليف واللي نفس الهضرة قالها ترامب واللي نفس الهضرة قالتها جورجيا ميلوني. وهذو راه الناس كيعرفوا واش كاين اش كيدوي. قال لك توصل وعنده الجديد فيما يخص الملف ديال الهرمونات ديال خونا وقرر توقيفه مدى الحياة. توقيفه نهائيا. والله لا بقيتي قرقبتي بداك الليقا. دابا شو الاخوان هاد الكوين ما كانتش عندهم اصلا في المصداقيه اصلا ما كاينش عندهم. دابا عاد زدت نعاد ماس في مره كل ما يبقاو يتيقوا فيكم. دخلنا عليكم بالله واش نتوما دين واحد ذكر غادي كيسلخ في الدريات الالعاب الاولمبيه والدين زعما الصحه وكاسي كطبلو له وكاسي كتدخلوا عنا حنايا عند الله تلتقي الخصوم من ورقناكم وفرشناكم عند الله تلتقي الخصوم حسبي الله احتقرت ذاك الطفله هذه الطفله هذا دخلنا عليكم بالله واش هذيك طفله ود لقم ديرو قداش طفله ولا ما عاد مولا كيما بطاله وديري لها تيفو عندها غير هكا وياني رفاقك هما دابا كشعو صافي البركه تنتفرجوا في فيديو جاي اخوان تلقاو في فيديو جاي ان شاء الله بيصال